يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من قال إن الله سبحانه قد خلق الناس لأجل أن يختلفوا، مستدلا بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ ما خلقهم للاختلاف، ولذلك خلقهم، ما خلقهم للاختلاف، وإنما خلقهم للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقهم لأجل أن يختلفوا كما يظن هذا. نعم.